السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف العاشر، تحية طيبة. وبعد اليوم راح نتكلم في مادة الحاسوب عن موضوع مهم جدا، اللي هو موضوع نماذج ربط الشبكات المحلية. طبعا باختصار قبل ما نبلش لازم تكون تعرف شو يعني نموذج ربط. نموذج ربط باختصار هو طريقة أو الطريقة اللي أنا بوصل فيها أجهزة الحاسوب مع بعضها البعض، وبناء على طريقة التوصيل تاعتي راح يطلق علي او على الشبكة اسم نموذج ربط معين. اتفقنا؟ اذا طريقة الربط هي بتحدد نموذج الربط او اسم، خلينا نحكي نموذج الربط تبع الشبكة. اتفقنا؟ خلينا ناخذ التعريف باختصار. نموذج الربط هو الطريقة التي توصل بها الحواسيب ومعدات اخرى معها بواسطة خطوط اتصال. طبعا معدات اخرى لما اجي بحكي انا مثلا خلينا نحكي برينتر، مثل داتابيس، خلينا نحكي سيرفر الى اخره. هذه معدات ربط بامكاني انا اسف معدات بامكاني اشبكها مع خلينا نحكي الاجهزه وباقي الحواسيب. طبعا في عندي مصطلح هون او اللي هي خطوط الاتصال، بواسطه خطوط اتصال. طبعا خطوط اتصال انا في عندي اكثر من طريقه انا بامكاني اوصل، سواء كان سلكي لاسلكي، وحكينا كل نوع وايش او امثله عليها وشو ميزاتها شو مساوئها. هذه في الدروس خلينا نحكي السابقه تكلمنا في هذا الموضوع، بإمكانك ترجع للفيديو اللي قبل هذا حتى يعني تطلع على هذا الموضوع. نبلش بأول نوع، أو قبل ما نبلش بأول نوع بدك تعرف شباب إنه أنا في عندي خمس نماذج ربط، عندي 5 networks topology بإمكاني أنا أشبك فيها هذه الأجهزة مع بعضها البعض. النموذج الأول طبعا هو البس topology، الثاني الرينج topology، والستار topology، والمش topology، والهايبريد topology. الخمس نماذج مطلوب منك تعرف تعريفها، آلية تبادل البيانات فيما بينها، وميزاتها ومساوئها. اتفقنا؟ ثلاث شغلات راح نمر، راح تشوف كيف انت بالشرح مرتبهم ترتيب. تعريفها، آلية نقل البيانات، و خلينا نحكي ميزاتها ومساوئها. ناخذ اول نوع الباس توبولوجي. مثل ما انت شايف الباس توبولوجي هو عبارة عن خط رئيسي، عبارة عن خط رئيسي زي ما انتم شايفين. هذا الخط في عندك نقطة غلق هون ونقطة غلق هون، نقطتين، يعني عبارة عن خلينا نحكي قناة اتصال مغلقة من الجهتين. شو السبب؟ كمان شوي راح نتعرف شو السبب. لو أسأل سؤال، مثل ما أنت شايف في هذه الرسمة، كيف الحواسيب أو أجهزة الكمبيوتر مربوطة مع بعضها البعض؟ راح تجاوبني إنها مربوطة بشكل تسلسلي. تسلسلي يعني ورا بعضها البعض، شايفين؟ يعني هذا الخط أو هذا الجهاز وراء هذا الجهاز، بعدين هذا الجهاز، بعدين هذا الجهاز إلى آخره. هذه طبعا أول ملاحظة أنت لازم تلاحظها في هذا الرسم. إذا طريقة ربط الأجهزة بشكل تسلسلي مع بعضها البعض. ثاني شغلة آلية خلينا نحكي تراسل البيانات. لما أنا بدي أرسل بيانات أو بدي أرسل مسج من جهاز رقم واحد إلى جهاز رقم اثنين، ماشي، من جهاز رقم واحد إلى جهاز اثنين، المسج تبعي، المسج تبع على شو اللي بحكي، المسج أو الرسالة تأتي من المرسل للمستقبل. طبعا رسالة راح تيجي لهذا الجهاز ولهذا 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 الجهاز. نفس الرسالة راح توصل لجميع الأجهزة، لكن في الباس توبولوجي فقط الجهاز المعني هو اللي بيحافظ على الرسالة بداخله. يعني وصل لهذا الجهاز، هل أنا هذا الجهاز المعني تبعي؟ لا، تنحذف. هل هذا الجهاز تبعي؟ لا، تنحذف. هل هذا الجهاز المعني؟ لا. هل هذا هو الجهاز المستقبل؟ أكيد لا. ولا هذا الجهاز ولا هذا الجهاز ولا هذا الجهاز. بيجي بيعمل تشيك للجهاز الأخير، شايفينه؟ هل أنا فعلا الجهاز المعني؟ إذا أوكي بيحتفظ في هذه الرسالة. وصلت الطريقة ولا أعيدها؟ إذا بدك يعني أعيدها ارجع بالفيديو شوية وعيدها لحالك. يلا النقطة الثانية شباب، ماشي، بنتكلم فيها. إذا عرفنا أول شيء التعريف، عرفنا آلية تراسل البيانات. النقطة الثالثة ميزاتها ومساوئها. طبعا مثل ما أنت شايف نموذج بسيط جدا، نموذج بسيط جدا، لأن هو يعد من أبسط أنواع خلينا نحكي نماذج الربط للشبكات. ثاني شغلة سهولة التركيب، يعني عندي أنا سهل إني أركب الأجهزة، أوكي، وإضافة خلينا نحكي جهاز ثاني. النقطة الثالثة اللي بدك إياك تعرفها إنه هو أصلا منخفض التكاليف، يعني هو عبارة عن خط وأجهزة فقط لا غير. وانا بدي اخترع شيء كبير يعني؟ لا، عبارة عن خط سلك واوصل بين الاجهزة. اتفقنا؟ طيب، لكن الميزة شباب او السيئة خلينا نحكي الوحيدة في هذا، اذا صار عندي قطع، اذا
صار عندي أنا قطع هنا في الخط، صار عندي قطع ماشي، الشبكة كلها راح تتعطل. طب يجي واحد بيحكي لي أستاذ، طب أنا يعني صار عندي قطع، مثلا أنا عندي هنا انقطع هذا الخط، طب شو دخل؟ هي عندي أربع أجهزة موصولات مع بعض، هي أربع أجهزة موصولات مع بعض، بحكي له كيف حالك أنت؟ طب هذول شو وظيفتهم؟ يا عيني عليك، هذول وظيفتهم شباب النقاط، شايفينها؟ هاي النقاط تتأكد إنه الخط أصلا موصول مع بعض، ما في أي انقطاع، لاحظ؟ هذه وظيفته، يتأكد إنه أنا في عندي استمرارية في البيانات، دائما بيتأكد إنه هذا الخط واصل مع هذا الخط، اتفقنا؟ في حال قطع هذا راح يختفي الخط، وبالتالي الشبكة عندي راح تتعطل وتتوقف. وصلت فكرة؟ إن شاء الله. طيب نرجع موضوعنا، الكتاب شو ذاكر؟ نموذج الخطي أو الباص، هو نموذج ترتبط فيه الأجهزة بشكل تسلسلي إلى آخره، ماشي؟ طبعا يبدأ بالنقطة وينتهي بنقطة. آلية تبادل البيانات مثل ما حكيناها، يتم إرسال البيانات من الجهاز المرسل بحيث تحتوي البيانات على عنوان الحاسوب المرسل إليه. طبعا يتم استلام الرسالة من قبل جميع الأجهزة، فقط الجهاز المعني هو اللي إيش تستقر فيه الرسالة، اتفقنا؟ ملاحظة، إذا أرسل جهاز مع جهاز ثاني رسالة، هذول الرسالتين راح إيش يتصادموا مع بعضهم البعض، لذلك هي سيئة من مساوئ الباص التوبولوجي. فقط رسالة واحدة من جهاز واحد كان أرسله، لكن إذا أنا عندي جهاز وأرسل كمان جهاز، الاثنين في نفس القناة الاتصال، راح يعمل إشي اسمه كوليجن، إشي اسمه كوليجن. لذلك يجب أن يتم إرسال بيانات ضمن دور وترتيب معين. خلينا نأخذ شباب ميزات النموذج زي ما حكينا، هو عبارة أبسط النماذج، وهو سهل التركيب ومنخفض التكلفة، وسيئاته إذا تعطل السلك الرئيسي فيه فسوف تتعطل الشبكة كاملة. نأخذ الموضوع الثاني أو النموذج الثاني، هو النموذج الحلقي. النموذج الحلقي من اسمه رينج، من اسمه رينج، معناته أنا مجموعة الأجهزة مربوطة مع بعضها البعض بشكل حلقة، بشكل حلقة. طب كيف يعني بشكل حلقة؟ يعني انه انا في عندي نقطة بداية هون، لاحظ عندي هون في عندي انا نقطة بداية، نحكي من هون بديش خربط، من هون هذه النقطة بتلف وبترجع لنفس مكان ما بلشت منه، بحيث انه تكون عندك دائرة مغلقة. برجع بعيد، الحواسيب ترتبط مع بعضها البعض بكيبل، هذا الكيبل في له نقطة بداية بلف بيرجع، خلينا نحكي بيشبك مع بعض البعض، بحيث انه تكون عندي دائرة مغلقة، دائرة مغلقة. طيب هذه النقطة عرفناها تعريف. طب آلية تراسل البيانات، حلو. تخيل اجى عندك خمسة ضيوف انت، ماشي، بدك تقدم الشاي لهذه الضيوف، اكيد بدك تمسك صينية وتبلش تلف عليهم واحد ورا الثاني، اتفقنا؟ هيك عاداتنا، نبلش من اليمين خلينا نحكي لليسار، يصيرش تفشق. هذا مبدأ عمل التوبولوجي، خلينا نحكي الرينج توبولوجي، اتفقنا؟ بس لكن الصينية تاعتنا ايش اسمها؟ اسمها توكن، اسمها توكن، مش مذكورة في الكتاب بس هذه للعلم، اسمها التوكن. توكن وظيفته ياخذ المسج ويلف على ايش؟ على الأجهزة، ماشي؟ طبعا خلينا نتكلم شوية الرينج توبولوجي، وهذا التوكن طلع كيف بلف. الكتاب شو ذاكر؟ قبل الكتاب في عندي رسمة ثانية برضه توضيحية، نفس الموضوع يعني، ما جبناش شيء جديد، لكن الرسم ان شاء الله تكون اوضح. لاحظ عندي هاي معدات اخرى مثل البرنتر، يا ترتبط حواسيب مع بعضها البعض بكيبل، يبدا من احد الاجهزه ويمر بالاجهزه الاخرى ثم يعود الى الجهاز نفسه الذي بدا منه مكونا حلقه مغلقه. طبعا اليه تبادل البيانات حكينا، تنتقل البيانات باتجاه واحد فقط من المرسل الى المستقبل عبر خط اتصال مرورا بجميع الاجهزه، وعند مرور بيانات يقوم كل جهاز تمر عليه بيانات بإعادة، شوف هالميزة، إعادة إرسال بيانات وتقوية الإشارة، وتقوية الإشارة، تخيلوا. لذلك هو النموذج الحلقي الإشارة فيه بتكون قوية جدا، قوية جدا. مثل ما احنا شايفين ميزاته، حكينا إعادة تقوية الإشارة عند كل جهاز، وسهولة التركيب ومنخفض التكلفة. سلبياته طبعا شباب، عند إضافة أو إزالة أي جهاز سوف يؤدي إلى توقف مؤقت في عمل الشبكة. ولهون يا شباب بنكمل الجزء الثاني إن شاء الله، نسأل الله التوفيق لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم من جديد يا شباب. إن شاء الله يعني تكونوا استمتعتوا بالجزء الأول. الجزء الثاني شباب، احنا وقفنا عنه بالجزء الأول عند سلبيات النموذج الحلقي، حكينا عن إضافة أو إزالة خلينا نحكي أي جهاز سوف يؤدي إلى توقف مؤقت في عمل الشبكة، وشرحنا شو السبب، لأنه الشبكة على شكل رينج، فأنا لما بدي أوصل الجهاز أو بدي أعمل إزالة الجهاز راح أضطر إني أعمل قطع في هذه الشبكة. نتكلم الآن في النموذج رقم خلينا نحكي 3، اللي هو نموذج الستار توبولوجي أو النجمي. مثل ما أنت شايف هون شباب، شايفين في عندي أنا، بدنا نعرف أول شيء التعريف. التعريف عبارة عن مجموعة من الأجهزة مربوطة مع بعضها البعض من خلال نقطة مركزية، محفظتهاش، خلينا نستوعبها سوا على هالمثال. تخيل أنت في البيت، أنت وإخوانك، أخوك، أبوك، أمك، أختك، مثلا جارتكو إلى آخره، قاعدين في البيت ماشي، شابكين على نفس الراوتر، على نفس الراوتر. إذا هي عبارة عن مجموعة من أجهزة شابكين على نقطة مركزية. هذه النقطة احنا بنسميها إما هب أو سويتش، لكتاب ذاكر، إما محول أو مجمع، اتفقنا؟ إما هب أو سويتش. هذا الهب والسويتش وظيفته إنه يشبك جميع الأجهزة مع بعضها البعض. إذا من ميزات هذه الشبكة، شوفوا، أول شيء قبل ميزاتها نتطرق لآلية تراسل البيانات. تراسل البيانات كيف بتم؟ برسل النقطة من هون مثلا، لاحظ عندي أنا هذا الجهاز المرسل، لازم مر عن طريق الراوتر للجهاز المستقبل. إن هو بده يمر عن طريق نقطة رقم 1، بعدين للراوتر لرقم 3. طبعا هي الرسالة بتصل لجميع الأجهزة، اتفقنا؟ لكن أنا بقول لك الجهاز هذا هو اللي إيش راح يستقبل هذه الرسالة ويتعرف إنه هذا الجهاز المعني أو لا، اتفقنا؟ طيب إذا حكينا ميزات هذه الشبكة، مثل ما احنا ملاحظين، إذا تعطل جهاز، شوف تخيل إجا أخوك فصل النت عن جهازه، طفى الواي فاي من عنده، جواله خلص قفل وسكر، هل بيأثر على الشبكة؟ هل بالضرورة إنه أنا إذا أنا طفيت هذا الجهاز، هذا الجهاز صار عندي إيش عطل فيه، إنه الشبكة توقف؟ أكيد طبعا وجزما لا، الشبكة بتستمر. إذا هذه ميزة، إذا تعطل أي جهاز لا يؤثر على عمل الشبكة. سيئاته، شوف كيف سيئاته، إذا تعطلت النقطة المركزية، هذه شايفين هذا الراوتر خرب، تتعطل الشبكة، بالتالي كل الشبكة راح تصير أوفلاين. إذا هذه شباب من مساوئ النموذج النجمي. إذا ميزاته حكينا إيش؟ إذا تعطل أي جهاز لا يؤثر على عمل الشبكة، لكن سيئاته إذا تعطلت النقطة المركزية فإن الشبكة سوف تتعطل كاملة، لأنه أصلا هو نظام يعتمد المركزية. خلينا نشوف الشكل الثاني، شوف هذا الشكل، شايفين الشكل هذا؟ هذا عبارة عن الشكل النجمي، من اسمه نجمي، عبارة عن سويتش أو هاب مربوط مع نودز. نودز يعني إيش؟ أجهزة، احنا بنسميه في علم الحاسوب نودز، ما فيش اسمه أجهزة وحواسيب، نودز نهايات، اتفقنا؟ ناخذ الكتاب شو ذاكر. الكتاب ذاكر طبعا بعض وهذا النموذج يوصل الأجهزة كلها بنقطة مركزية تسمى هاب أو سويتش، تكلمنا في هذا الموضوع، بحيث يتصل كل جهاز بكيبل مستقل. لاحظ عند الرسم هون زي ما احنا شايفين، آلية تبادل البيانات، تنتقل البيانات من الحاسوب المرسل إلى النقطة المركزية هاب، ومنها إلى بقية الأجهزة على الشبكة. النقطة اللي بدي حاب أحكي فيها، في عندي ملاحظة شباب حكينا فيها، اللي هو يعد هذا النموذج الأفضل والأكثر انتشارا. شو السبب؟ السبب أكيد طبعا يا شباب سهولة إدارة الشبكة ومراقبتها بسبب مركزية هذا النموذج. نأخذ ميزات النجمة، ميزاتها طبعا مثل ما حكينا، إذا تعطل جهاز أو بدنا نضيف جهاز أو بدنا خلينا نحكي نعمل أي إزالة لا يعطل أداء هذه الشبكة، وبالتالي هي مساوئ أو من مساوئ النموذج النجمي، إنه إذا تعطلت النقطة المركزية أو تم إزالتها فسوف تتعطل الشبكة كاملة، وما راح يصير عندنا نت في الأجهزة يا شباب، ونسأل الله السلامة والنت يكون واصل للجميع بخير وسلامة. طيب نرجع لموضوع المش توبولوجي، انتبه على هالنقطتين، في نقطة مش ذاكرها الكتاب. النقطة اللي هي اللي بدي حاب أحكي فيها، إنه المش توبولوجي مش بالضرورة إنه كل الأجهزة تكون مشبوكة مع بعض. لاحظ عندي هنا، انتبه، هذا مش توبولوجي، اسمه مش توبولوجي، هذا الجهاز معناته، خلينا ناخذ التعريف بداية حتى توضح الأفكار.
المش توبولوجي عبارة أو النموذج الشبكي عبارة إنه الأجهزة بتكون موصولة مع بعضها البعض مع كل الأجهزة في الشبكة. يعني هذا النموذج يوصل كل جهاز أو يوصل كل جهاز في الشبكة مباشرة بالأجهزة الأخرى جميعها بواسطة كيبل مستقل، بواسطة كيبل مستقل. لكن تخيل عندي هون أنا هو مش موصول، هل هذا لا يعتبر مش توبولوجي؟ لا مش توبولوجي، لكن في إشي اسمه فول مش توبولوجي، في عندي مش توبولوجي. لاحظ الفول أو الفولي كونكتد نتورك توبولوجي، ماشي طلع كيف؟ كل الأجهزة مشبوكة مع بعضها البعض، كل الأجهزة مشبوكة مع بعضها البعض. الآن هذه إلها ميزة وإلها سيئة، ماشي؟ إذا عرفنا أول شيء تعريفها، عبارة عن أجهزة موصولة مع بعضها البعض بحيث إنه كل الأجهزة موصولة مع الجهاز الآخر. طيب آلية تبادل البيانات، ماشي، آلية تبادل البيانات عادي شباب، إنه أنا برسل خلينا نحكي البيانات لأي جهاز بدي إياه. تخيل في عندي مرسل، عندي مستقبل، المسج بيوصل للجميع ويستقر في وين؟ في الجهاز المعني. سيئاتها، ولنبلش في الميزات، شو بدكم اياه؟ ميزاتها، ميزة هذه الشبكة استمرارية العمل. لذلك لو بدي أسأل سؤال شباب، شو بتتوقع أنت الشركات اللي بتستخدم هذا التوبولوجي؟ شركات مهمة جدا مثل إيش؟ اللي بيهمها استمرارية الاتصال، خلينا نحكي صح ولا لا؟ يعني مثل البنوك، مثل خلينا نحكي شركات الاتصال، اتفقنا؟ إذا هذه الشركات ما بينفع معها إنه أنا أعمل باص ولا أعمل خلينا نحكي ستار ولا أعمل، صح ولا لا؟ لذلك استمرارية الاتصال بأمنها النموذج الشبكي. طيب مساوئها إشي أكيد طبعا شباب، مثل ما أنت شايف عندي كم من خط هنا؟ 1 2 3 4 5 6 أجهزة أو 5 خطوط، معناته أنا بدل ما أشتري سلك واحد أو أأمن خط اتصال واحد بدي 5 خطوط. لذلك التكلفة شو راح تتوقع تكون؟ أكيد التكلفة راح تكون عالية، ما راح تكون التكلفة قليلة، اتفقنا؟ وبالتالي هي من أصعب وأعقد نماذج الشبكة في آلية ربطها، في آلية ربطها. خلينا نشوف الكتاب شو ذاكر. نموذج يوصل كل جهاز في الشبكة مباشرة بالأجهزة جميعها بواسطة كيبل مستقل، وبالتالي فإن هذه العملية سوف تؤدي إلى رفع تكلفة بناء النموذج. هذه إيش مساوئها؟ كما أن عملية بناء هذا النموذج أكثر تعقيدا من باقي النماذج، ويعتمد هذا النموذج بوجود أكثر من مسار البيانات من الجهاز إلى آخر، فإذا حدث أي مشكلة في إحدى المسارات فإن هنالك مسار بديل يضمن استمرارية تبادل البيانات. طبعا يا شباب النموذج الأخير اللي هو النموذج المهجن هايبرد توبولوجي، باختصار كلمة واحدة بضم جميع النماذج، ماشي؟ لاحظ عندي أنا هنا عندي خلينا نحكي عندك هون الستار، هون خلينا نحكي الباص توبولوجي، هون عندك هاي الستار، عندك الرينج، اسف، عندك الستار، عندك الرينج، عندك الباص نتورك الى اخره، اتفقنا؟ الهايبرد توبولوجي بعض المؤسسات يعني انت قيسها، لا تقيسها على بيت، تضطر انه انا اشبك فيها رينج توبولوجي او اعملها باص او اعمل ستار. لذلك هي ما بنقدرش يعني نلغيها في الدرس، لكن على ما اعتقد استخداماتها قليلة، استخداماتها قليلة، الا في بعض الشركات طبعا تتطلب انها تقسم او تعمل كلاسيفايكيشن، تعمل كلاسيفاي للنتورك تبعتها. طبعا نتورك توبولوجيز مثل ما احنا شايفين اشكال انواع. بتمنى منكم يا طلاب الاعزاء استمتعتوا في هذا الدرس، ويكون هذا الدرس ملم وشامل في جميع خلينا نحكي النقاط الأساسية المطلوبة منك واللي بتفيدك في المستقبل، سواء كنت تتعرف الستار توبولوجي والمش توبولوجي والرينج توبولوجي وخلينا نحكي الباس توبولوجي والفولي كونكتد نتورك توبولوجي. بالمناسبة يعني الموضوع سهل إن شاء الله، مطلوب منك تعرف الآلية، تعرف طبعا آلية تبادل البيانات، تعرف خلينا نحكي التعريف، وتعرف الميزات والسيئات. ولهون يا شباب نستودعكم السلامة وبأمان الله، ويعني نسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.